سلام الله عليكم. إذا أردت أن تقوم بتصميم مثل هذا العرض الانفوغرافيك الاحترافي فقط ببرنامج باوربوينت، كل ما عليك هو متابعة هذا الشرح إلى الآخر. تابعونا. إذن أول شيء نقوم به هو التوجه إلى برنامج باوربوينت. أقوم بالضغط عليه مرة واحدة. جيد. ثم أقوم بالضغط على بلانك بريزنتيشن. جيد. ثم سلايد نيو سلايد، وأختار بلانك شريحة فارغة. أقوم بمسح هذه الشريحة، ثم أقوم بضغط الزر اليسار، ثم فورمات باك جراوند، وأختار جريدينت فيل، أختار بريسيت جريدينت أو جريدينت ستوبس. لكم حرية الاختيار، تختار هذا اللون الأزرق أو يمكن اختيار أي لون عن طريق الضغط على جريدينت ستوبس وتحديد الألوان ووضع اللون المراد. ثم بعد ذلك فيو، وأختار وأفعل هذا الخيار. جيد. ثم بعد ذلك جيد أقوم بتفعيل هذين الخيارين، ثم بعد ذلك insert shapes، ثم اختيار هذا الشكل، وأقوم برسم مستطيل. أقوم برسم مستطيل على هذا النحو، وكذلك مستطيل آخر على هذا النحو، ثم مستطيل على هذا النحو، وأقوم برسم تعرجات بالفأرة، زر الفأرة. ثم بعد ذلك أقوم بإيصالها مع النقطة البداية. جيد. جيد. لنحصل على هذه النتيجة، ثم Format Shapes File، واختار أي لون. يمكن وضع الألوان أو يمكن الاستعانة بتكستشر أو تكستشر PowerPoint. قم بالضغط على هذه النقطة، ثم تنبثق لنا هذه الواجهة. إذا لدينا line، ثم gradient line أو solid line. سأقوم بالتوجه إلى picture or texture، وأقوم باختيار هذا الخيار، أو ربما سأختار خيار آخر. إذا هذا الخيار يبدو أفضل. جيد. أقوم بإغلاق النافذة، ثم أقوم بتكبير الشكل قليلا. جيد. ثم عمل نسخة، أو قبل ذلك أزيل حواف no outline، والضغط على Ctrl C Ctrl V للنسخ. نفس العملية، أقوم فقط بتغيير اللون إلى الأبيض، ثم أحددها وأرسلها للخلف عن طريق تحديدها وضبط مكانها وSend to Back لإرسالها للخلف، لنحصل على هذه النتيجة. أحدد أو أقوم بنسخ مجددا، Ctrl C Ctrl V، وأغير اللون إلى الأسود، ثم أتوجه إلى هذه النقطة، وأقوم الآن بالرفع من قيمة الشفافية Transparency، وأضغط على هذا الخيار، وأتوجه إلى Soft Edit والرفع من Size. جيد. لنحصل على هذه النتيجة، أقوم بوضع مكانها هنا. جيد. ثم أقوم بضبط مكانها قليلا على هذا النحو. سنحاول صنع شادو، أقوم بإرسال الخلف عن طريق الضغط على زر اليسار، ثم send to back. جيد. الآن نقوم بتحديد جميع العناصر، أو قبل ذلك سأقوم بنسخ Ctrl C Ctrl V وتغيير اتجاه Format Rotation وإرسال إلى اليمين هذه المرة. نفس العملية سأكررها، نسخ Ctrl C Ctrl V للنسخ، تغييرها إلى اللون الأبيض. نفس العملية دائما، سأقوم بتغييرها إلى اللون، سأقوم بسحبها قليلا، تكبيرها قليلا إلى اللون الأبيض. Format Shapes File و Color اللون الأبيض و Send to Back. جيد. ثم بعد ذلك Ctrl C Ctrl V مجددا، قم أولا بتكبيرها قليلا، ثم Ctrl C Ctrl V مجددا. جيد. أقوم بضبط مكانها قليلا، Ctrl C Ctrl V و Format Shapes File، واختار اللون الأسود، ثم أقوم بالتوجه إلى هذا السهم الصغير، ثم أقوم بالرفع من الشفافية Transparency قليلا، هذا يبدو أفضل.
ثم أقوم بالتوجه إلى Soft Edit وأقوم برفع Size وأقوم بضبط مكانها بشكل جيد ثم إرسالها إلى الخلف عن طريق الضغط على زر اليسار ثم Send to Back لنحصل على هذه النتيجة جيد. ثم بعد ذلك أقوم بالتأكد من أن مكانها جيد، أقوم بجميع هذه العناصر عن طريق تحديدها بشكل كامل ثم الضغط على زر اليسار ثم Groupe جيد. الآن سأقوم برسم شكل آخر، أقوم بتجميعها طريق تحديدها والضغط على زفير اليسار ثم Groupe، أتأكد فقط، سحب قليلا للتكبير جيد، أغلق هذه النافذة، توجه إلى Insert ثم Shapes واختيار نفس الشكل مجددا، هنا هو جيد ها هو. ثم بعد ذلك أقوم بالرسم مجددا نفس الخطوة الأولى لكن بشكل مختلف جيد. أحاول إيصال النقطة، أقوم برسم انعراجات ومنحنيات على هذا النحو فقط بأزرار الفأرة، فأرة الحاسوب جيد. ثم أوصل هذا الخط مع النقطة الأولى ثم أقوم بالتوجه إلى Format ثم No Outline ثم أغير اللون عن طريق الضغط مجدداً، سأقوم قبل ذلك بضبط حجمها قليلا جيد، ثم أقوم بالضغط على زر اليسار ثم Format Shapes ثم أقوم باختيار نفس العملية Picture or Texture وأقوم باختيار نفس الشكل، أقوم بالضغط على زر أو قبل ذلك سأقوم بنسخها Ctrl C Ctrl V، أقوم بسحبها قليلا لتبدو أطول ثم Shape File وأغير للون أبيض ثم Send to Back، أقوم بضبط حجمها جيدا جيد، ثم Ctrl C Ctrl V مجددا Ctrl C Ctrl V، أقوم بضبط مكانها وأتوجه إلى، أقوم بتغيير، سنصنع الشادو، أقوم بتغيير اتجاهها على هذا النحو، ثم أقوم بالتوجه إلى Format Shape File واللون الأسود، ثم نفس العملية أرفع من Transparency شفافية، ثم أضغط على الخيار Soft Edit وأرفع Size وأقوم بضغط زر أيسر ثم Send to Back لنحصل على هذه النتيجة. أقوم بجميع جميع العناصر عن طريق تحديدها وضغط زر أيسر ثم Groupe وأتوجه الآن إلى View لإزالة تلك الشبكة جيد ممتاز. أقوم بضغط على هذه النافذة لأننا لم نعد في حاجة إليها، Insert ثم أقوم باختيار Shapes ثم أختار أي شكل، سأقوم برسم مستطيل على هذا النحو وأسحب هذه النقطة الصفراء إلى الأعلى لنحصل على هذه النتيجة، أضبط مكانها قليلا وأغير لونها Shape File وأغير لونها إلى أي لون أريد، سأختار هذا اللون ربما وأي لون تريد ثم No Outline إزالة الحواف جيد، أقوم بنسخها مجددا Ctrl C Ctrl V وتصغير حجمها وتغيير لونها Shape File وتغييرها إلى لون آخر، سأختار هذا اللون مثلا ممتاز. أقوم بالتوجه إلى Insert ثم Shape ثم أقوم باختيار رأينا هو هنا هو هذا الشكل، أقوم برسمه مستطيل على هذا النحو، خط أجعل منه خطا وأقوم بتغيير لونه إلى الأحمر ثم روتاسيون لتغيير الاتجاه وأقوم بتصغيره قليلا جيد، هذا يبدو أفضل، ثم أضغط على سأضغط على هذا السهم هنا هو هذا السهم الصغير ثم gradient file ثم gradient stops لتغيير اللون، سأختار أحدد النقطة
التي على يساري واختارها في اللون الأبيض، ثم النقطة الثانية اللون الأسود، والنقطة الموالية كذلك بلون ربما رمادي قليلا، ثم اختار تايب لينن، ثم اختار دايركشن على هذا النحو، وأقوم بوضعها هنا كأيقونة. أقوم بتغيير الحجم قليلا، ممتاز جيد. أقوم بضبط حجمها قليلا على هذا النحو، إذا نقوم بضبط مكانها بشكل مناسب، وتوجه إلى إنسيرت ثم شيب ثم اختار نص، واختار رقم مثلا، سأقوم بكتابة رقم أو أي رقم، اكتب أي شيء، اختار رقم واحد مثلا، اكتب رقم واحد، قم بضبط إعدادات النص، جيد. قم بوضعه في الوسط على هذا النحو، جيد. أضبط مكان العناصر بشكل مناسب، جيد. قم بضبط النص ثم مجددا إنسيرت ثم شيب، شيبس لرسمي شكل آخر، سأختار هذه النجمة، أين هي؟ جيد، سأختار هذا الشكل، ممتاز. وأقوم برسمها عن طريق الضغط دائما على زر شيب شيفت لرسمها بشكل متساوي. سأقوم بتغيير اللون عن طريق الضغط على شيب فايل و نو أوتلاين لإزالة الحواف. سأقوم بتغيير اللون، ربما الشكل اللون لا يبدو مناسبا، طريقة تحديده والضغط على زر فرايسر أو توجه مباشرة إلى Gradient File. سأختار لون آخر، بطبيعة الحال لكم الحرية في اختيار الألوان التي تريدون، جيد. سأحاول ضبطها بشكل جيد. إذن سأقوم بنسخ أو سأقوم أولا بتغيير ألوان هذه النجمة، جيد. سأختار أي لون أريد، ممتاز، يبدو أفضل. ثم Ctrl C Ctrl V للنسخ وتصغير النجمة الثانية، وتوجه إلى Format Shape فايل وأختار اللون الأصفر مثلا وأضعها في المركز. الآن سأقوم بنسخ هذا الشكل كذلك وأضعها مباشرة هنا، ثم بعد ذلك أحاول ضبط مكانه قليلا، جيد. النص كذلك سأقوم بنسخه Ctrl C Ctrl V وتغيير الرقم من 1 إلى 2، جيد، وتصغيره قليلا ليتناسب مع حجم الشكل. سأختار هذا الرقم ثم بعد ذلك أضعها، جيد. أحاول ضبط المكان قليلا على هذا النحو، كذلك سأختار نفس السايز، سأختار، ممتاز، نفس السايز دائما، وأحاول أن أضع في الوسط. سأقوم بنسخ فقط لكي لا أطيل الفيديو، نفس الأيقونة سأنسخها بالنسبة للشكل الموالي، لكن قبل ذلك تجميع العناصر عن طريق تحديدها والضغط على زر فايسر، ثم Copy Ctrl C للنسخ Ctrl V، ثم بعد ذلك أغير لونها نفس الخطوات بطبيعة الحال، فقط تحديدها وتغيير الألوان، ربما غيرت لونها للون واحد، سأقوم بإعادة تجميعها مجددا وأغير لونها.
جيد. إذن سأقوم باختيار ألوان مختلفة تماما عن اللون الأول. إذن سأختار جيد. إذن سأتوجه إلى Gradient مجددا وأقوم بتغيير لون. ربما نسيت أن أقوم بتغيير لون هذه الأيقونة. سأقوم بتغيير لونها على هذا النحو لكي لا أضيع الوقت كثيرا. جيد، ممتاز، تبدو جيدة. إذن أكتب 3، ممتاز. أغلق هذه النافذة. الآن أقوم بجميع العناصر عن طريق تحديدها وغروبي الشكل، ثم أقوم الآن بتوجه إلى Insert Shape ثم نص. أقوم بإضافة نص، أي نص تريدون، مثلا سأقوم بكتابة Add your text here أو باللغة العربية أضف نصك هنا. أقوم بضبط إعدادات الكتابة. جيد، ثم بعد ذلك سأقوم بتحديدها بالكامل وأقوم بضبط حجمها ولونها والخط بطبيعته الحال. جيد، أي خط تريدون، لكن أحاول أن أبحث عن خطوط جميلة. يبدو جيدا. سأقوم بتكبير الحجم قليلا ووضعه في الوسط على هذا النحو. الآن سأقوم بتغيير أو نسخ Ctrl+C Ctrl+V للنسخ من لوحة المفاتيح طبعا، أو عن طريق الاستعانة عن ضغط الزفير الأيسر. سأحاول تغيير اللون النص الأول إلى لون يشبه لون الأيقونة. جيد، يبدو أفضل. ثم أضع هذا النص الأول في الوسط، نفس العملية، تغيير اللون، تحديد النص بكامله والتوجه إلى اللون الذي أريد تغييره. سأحاول ربما لون وردي أو أحمر إن هو، يبدو أفضل. ثم Ctrl، سأحاول Ctrl أو ربما سأغير لونه إلى لون. جيد، هذا يبدو أفضل، ممتاز. إذن سأقوم بضبط مكان النص قليلا وأضعه بشكل يتساوى مع النص الأول. Ctrl+C Ctrl+V لنسخ النص الأخير. جيد، وأقوم بتغيير اللون مجددا عن طريق تحديده والتوجه إلى إعدادات النص لتغيير اللون. سأختار هذا اللون، أي لون تريدون بطبيعة الحال، سأختار اللون الأزرق وأضبط مكانه قليلا مجددا. سنقوم بتجميع النص مع باقي العناصر أو سنعاين الشكل. انظروا، انفوغرافيك احترافي ثلاثي الأبعاد. بطبيعة الحال سنحدد جميع العناصر، الشريحة الأولى والضغط على زفير اليسار ثم غروبي، نفس العملية نقوم بها بالنسبة للشكل الموالي، نفس الخطوة كذلك غروبي للشكل الموالي. جيد، إذن نصل إلى مرحلة أنيماسيون أو أنيميشن. أقوم بتحديد الشكل الأول وأختار ماذا سأختار. سأقوم باختيار هذه Fly In ثم أقوم ب Effect Option واختيار إلى الأعلى والضغط مرتين هنا لضبط إعداداتي الحركة. ممتاز، تبدو جيدة. الآن أو ربما سأقوم بتبطيئها قليلا أو تسريعها قليلا، عفوا. جيد، تبدو جيد. سأغلقها. يكفي الآن أن أقوم بنسخ الحركة عن طريق تحديدها والضغط على هذا الخيار Animation Painter أو نسخ الحركة. نفس العملية الآن، لاحظوا معي العمل
أكثر من رائح احترافي أنفوغرافيك احترافي. سنحاول تغيير هذه التكسير إلى ألوان. سأقوم بالتوجه إلى أين إلى أين. سنحاول تغيير الألوان. قم بالضغط مجددا على الشريحة الأولى فورمات، وأقوم بالضغط على شيب فايل، واختار أي لون. ربما سأختار أي لون أريد، ربما إذن أي لون أريد سأختار هذا اللون. ثم كذلك أختار الشريحة وأضغط عليها مرتين وشيب فايل، وأختار اللون الذي أريد. جيد، نختار مثلا هذا اللون، يبدو أفضل. سنعاين العمل مجددا. جيد، لاحظوا معي عمل احترافي انفوغرافيك. يمكن لكم أن تدرجوا أي نص يبدو ثلاثية الأبعاد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح. أتمنى أن يكون هذا العمل راقكم. لا تبخلوا علينا بالانضمام والاشتراك. رجاء اشتركوا في قناة المرشدة التقنية لتتوصلوا دائما بجديد شروحاتنا. دمتم في رعاية الله.